شكرا. إنه فحص ما بعد التبرع بفص الرئة، فحص انتظره جمعة ربيع وشقيقه كامل منذ أكثر من 20 عام تقريبا، عندما مرضت شقيقتهما صحر بتليف الرئة. صحر اللي كانت تعبانة بتليف على الرئة وعندها جلطة في الشريان الرئوي. موضوع الأكسجين كان بيقل يسقط في جسمها، كان التملي قاعد على جهاز كان تعبها خالص. طبعا حاولنا نزود شويه، جبنا جهاز تاني تعبت اكتر. نفسها متحاش، مش نفس قاعده، مش قادر، خايف كهربا تقطع. كانت قاعده على مرحله وصلت على جهاز اجهزه اكسجين. كانت صعبانه علينا والله الموضوع، بس ما كانش بايدنا حاجه، احنا كنا عايزين نساعدها بس ما كانش بايدنا احنا حاجه. صحر التي لم تكن تتحرك ولا تتناول الطعام الا بصحبه جهاز التنفس، وكانت تستهلك انبوب اكسجين كل 3 ساعات، اعلم اطباء مستشفى عين شمس التخصصي اسرتها ان شفائها مقرون باجراء اول زراعه رئه في مصر والشرق الاوسط، ليقرر شقيقاها جمعه وكامل فورا التبرع لها. انا تبرعت بفص ايسر، واخويا كان اتبرع بفص ايمن. شرحوا لنا بنسبه نجاح العمليه قد ايه، ونسبه خطورتها ونسبه نجاحها. فطبعا بفضل من ربنا احنا كنا موافقين على كل دوت، حتى لو نص كده برضه، لان احنا كنا باي وضع عاوزين نفادي اختنا بس مش اكتر. الموقف كان صعب، صعب عليهم، هم كانوا برضه معارضين، مامتي برضه في نفس الوقت احنا مش عايزين عليها، وفي نفس الوقت برضه اختي صعبان عليها. فهي تيجي معانا، لا طب ما تمشوش، لا طب ما تعملوش، طب استنوا، طب ما يمكن الاعلاج، طب يمكن في حاجه تاني، في حل تاني. طبعا ما فيش اي حل، احنا بقى مقتنعين من جوانا انا واخويا ان ما فيش حل غير دوت، وسالنا كتير ما فيش حل الا هو الحل ده. فريق زراعه الاعضاء بمستشفى عين شمس التخصصي نجح في اجراء العمليه الاصعب في الشرق الاوسط لصحر البالغه من العمر 28 عام، والتي ترقد الان في غرفه العنايه المشدده، بينما ينتظر شقيقاها لحظة تماثلها للشفاء وعودتها للحياة الطبيعية بفارغ الصبر. أنا أختي أفداها بعمر إن شاء الله، بس ربنا يجعل في ميزان حسناتنا جميعا يا رب، وأهم حاجة يشفيها ويعافيها، ونحن والله كلنا عملنا ده كله ابتغاء مرضات الله ثم هي والله العظيم. أقول لأختي يا ربنا يجعلني في فداكي وتقوم بألف سلامة.